انت شحاته ابو العلا؟ ايوه يا فندم. امال مين اللي معاك ده؟ ده رجب ابني تلميذ في كليه الطب. طيب اتفضلوا استريحوا. شكرا. الو؟ ايوه يا فندم لقيناه. بقول لسعادتك لقيناه وهو قاعد قدامي اهو. طيب يا فندم تحت امر سعادتك. انت ساكن فين يا شحاته؟ في امبابه يا فندم. واللوحه بتاعت الفنان صبري انا بلغني انك خدتها. ايوه خدتها. وهي فين؟ عندي. اوعى تكون صرفت حاجه منها وديتها كده ولا كده. لا 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 لا, لا. عندي في الحفظ والصون. طيب. ايوه يا فندم الحاجه موجوده سعادتك. لا 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 ما تصرفش فيها. ايوه سعادتك تحت امرك. ممكن يا شحاته تجيب لنا اللوح دي؟ اجيبها لكم يعني ايه ولا مؤاخذه؟ انا اشتريتها بحر مالي بفلوسي. يعني الحاجه دي بقت ملكك دلوقتي يا سعاده الباشا؟ انت اشتريت حاجه تبقى ملكك ولا مش ملكك؟ تبقى ملكي خلاص. ودي بقت ملكي وانا ما بقولش حاجه. امال عايزين نجيبها لكم ليه؟ تكونوش عايزين تشتروها؟ انا ما عنديش مانع. لا احنا مش هنشتريها يا سيد شحاته. امال حضرتك عايز بابا يجيبها ليه؟ علشان هنعمل بيها معرض. معرض؟ ايوه وانا اللي هفتتحه وهيكون موجود وفد ايطالي هيحضر مخصوص بمناسبه المعرض. ما شاء الله ما شاء الله وفد ايطالي. المعرض هيتعمل تكريما للفنان صبري. الله يرحمه. الله يرحمه. وده لانه بالصدفه في فنان ايطالي شاف لوحتين للمرحوم متعلقين في صاله مزاد في وسط البلد ولما فحصهم اتصل بالسفاره الايطاليه لحجزهم وعمل اللازم. السفاره الايطاليه؟ وبعد كده وبناء على رغبه الفنان الايطالي اتصلوا بينا لمعرفه صاحب اللوح وعرضوا فكره عمل معرض للوحاته تكريما له ولفنه العظيم. الطلاينه هيكرموه وهو ميت؟ ده وهو عايش ما كانش لاقي اللضا. ده الوليه مراته ماتت ما كانتش لاقيه اللقمه الحاف. المهم يا ريت تجيب لنا اللوحات دي النهارده علشان نحضرها للمعرض. واللوح دي سعادتك هترجع لنا تاني؟ طبعا هنستلمها منكم بعهده وهنسلمها لكم بعهده. ايه الكلام ده يا شحاته؟ لا 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 انا خايف للعباره يكون فيها ان. لا 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 العباره واضحه ما فيهاش لا ان ولا منا. الراجل كان كلامه واضح وسليم. يعني هتجيب لنا اللوحات بعد المعرض ما يخلص؟ المعرض يخلص من هنا انا اروح مستلمها ومحملها من هنا. واحنا هنبقى معاك انا والدافنشي عشان نحمل من هناك نجيبها على هنا على طول، مش كده يا دافنشي؟ يا كده طبعا، وهو على الاقل نوفر عليك حق المشيل، مش كده برضه عم شحاته؟ كده يا دافنشي. بس بقول ايه يا معلم؟ منين ما تقول، اذا كان على عربون انا هدفع لك باكو. اديله يا معلم. لا يا معلم عربون ايه؟ واحنا بينا وبين بعض الكلام ده. انا بس كنت عايز اقول لك ان ال 2400 جنيه قليلين على ثمن اللوح. قليلين؟ ده كلام شحاته. ده سعر كويس قوي يا عم شحاته، مالكش حق. لو المعلم عجايبي ما خدش مش هتعرف تبيعهم بربع الثمن المعروض عليه. صدقني يا دافنشي المبلغ ده قليل عليهم. يا راجل دي الوزاره والطلاينه هيعملوا بيهم معرض يعني يستاهلوا نص. اسر الكلام شحاته، انت عايز فيهم كام؟ 3 بواكي مقفولين. لا كتير يا راجل. بقول لك الوزاره والطلاينه. ماشي يا معلم شحات. 3 بواكي مقفولين. يعجبني فيك يا دافنشي انك بتقدر كويس. ماشي يا معلم عجايبي. ماشي يا زوم. حس كده بقى بالاذن. بقول لك ايه؟ ايوه. بس اتفرط في حاجه منه. افرط بقى ده كلام. انا مديهم للوزاره بالوحده وبعد كده اسلمك انا برضه بالوحده. على البركه يا زوم. سلام سلام على السلامة يا شحاتة. ألف سلامة. السلامة. والله أنا خايف يا دافنشي يا شحاتة يلعب بينا. ليه؟ طلب 3 بواكي وخد 3 بواكي، يلعب ليه؟ أيوة جايز يعني يطمع في حاجة تاني؟ ألا في قد إيه يعني؟ 100 200 500 ياخدهم. دي اللوحة الواحدة تجيب 1000 جنيه. لوحة بألف جنيه في 40 لوحة باربعين ألف. حلاوتك يا دافنشي. أنا ما غلطتش أبو النسب. أختك هي اللي ما تسمعش الكلام.
انا نبهت عليها 100 مره قلت لها مش عايز خلفه، وهي عامله ودن من طين ودن من عجين، ولا حتى انت لم تنادي اكلمها ولا هي هنا بتسمع كلام امها وبس. عدم المؤاخذة دي الكلمه يعني. محمود انا جاي لك من نفسي، يعني لا بابا ولا ماما يعرفوا ولا حتى رؤية. انا يا محمود جاي لك علشان نقصر الشر ونلم الموضوع، وتروح كده تصالح رؤية وترجعها على البيت وكانها جت منك انت. عايزنا نصالحها؟ ايوه. يبقى تسمع كلامي وتنزل لبطنك. الكلام اللي بتقوله ده يرفضه العقل والقانون والدين يا محمود. اقعد كده وما تركبش دماغك، ارضى باللي كتبه ربنا. انا مصمم على اللي في دماغي يا دكتور، انا راجل عارف مقدرتي كويس قوي، ومقدرتي ما تقولش ان انا اخلف دلوقتي واجيب عيل يقع في ارابيزي. ده انا واختك وسمنا لوحدنا بنقضي بيت عشان انوم، يوم اخلف عيل دلوقتي كمان وانا خالي شغل. لو دلوقتي خالي شغل بكره اكيد هتفرق، ودوام الحال من المحال يا محمود. يا دكتور انت راجل متعلم وفاهم الدنيا ومتنور. الله، ما هي العمليه كلها محسوبه والحاسوبه قبل الكتوبه. صح صح. طيب افرض ان انا اشتغلت النهارده، قول هقبض كذا، المطلوب ايه؟ كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى منين؟ يعني مصمم على في دماغك يا محمود ومش هتنازل عنه ابدا. محمود انت كده بتعاند، واحب اعرفك ان بابا مصمم على رايه، ورؤيه مش هترجع لك الا لو جيت البيت وصالحتها يا محمود. خلاص، يبقى عدم المؤاخذه خليها قاعده عندكم، على الاقل هتاكل لها ثلاث طاقات نضاف. رغم كلامك ده لكن عندي امل انك هتراجع نفسك وتيجي تصالحها. يا ريس. ايوه جاي. الحساب كام؟ حساب ايه؟ انت بتشتمني في مكاننا ولا عيب؟ يلا احنا اهل يا محمود وانا مش غريب. يا عم ما غريب الا الشيطان، ليه بس كده يا دكتور؟ خلاص بقى اصلا محمود سيبه يدفع. هتدفع حساب دلوقتي ولا حساب الوسطى كله؟ وحساب الوسطى كله كام؟ كله 13 جنيه بس. ماشي يا سيدي. وادي 15 جنيه من يد من اعدامها. فكر في اللي قلت لك عليه يا محمود وما تكبرش، احنا برضو لاخر لحظه شاريينك. سلام عليكم ابو حنفي. سلام ابو نسب. قولي. نعم ايه نصر؟ ايه خفيف، خدت حسابك كله؟ كله وصفحتك ندفن. الحساب كان 13 جنيه صح؟ صح. انت خدت 15 صح؟ صح. يبقى فاضل 2 جنيه خفيف، ولا فاكرني هسيبهم لك؟ اب يا اخويا اب، مش معايا انا. ها؟ اه ربنا يزيدك. خد اصلا. شكرين. ليه كده يا محمود؟ اقصى عليك، ما طلعش فيه حاجة أبدا. ليه كده يا محمود؟ ليه كده؟ وطي صوتك يا صفية، البنت تسمعك. وبعدين يا واد انت يا ولد، انا مش منبه عليك ما تروحلوش ابدا. ما انا قلت يا بابا الم الموضوع واخد محمود بالسياسه. سياسه ايه يا ابني؟ هو ده بتاع سياسه؟ ده نمرود، عارف مروحك له ده، خلاه يتعنطس وياخد في نفسه ألمين. هو كان يقصد مصلحه اخته. مصلحه اخته انا ادرى بيها، وقسما عظما لو ما ارتجع محمود انا اللي هقفله، هبهدله وجرجره في المحاكم، وهاخد للبت الحق والمستحق. يا لهوي، عايز تطلقها منه يا شحاته؟ ايوه طلقها يا صفيه، مش احسن ما نسمع كلامه ونغضب ربنا؟ المهم يا بابا اهدى كده وان شاء الله خير. قول لي يا ابني انت فاضي بكره شويه؟ ولو مش فاضي افضلك يا بابا. انا عايزك ساعتين بالليل من 6 لـ 8. برافو برافو. شايف الناس بتسقف ازاي يا بابا؟ عادي يا ابني عادي عادي، دلوقتي بقى كل واحد يقول كلمته ويشرب كوبايه الشاي والمولد ينفض. ايش عرفك يا بابا؟ الست فايزه يا سيدي كانت حكت لي على كل اللي بيحصل في المناسبات اللي زي دي. بقى لو فايزه عايشه دلوقتي مش كانت اولى بالفلوس دي كلها؟ بس تعرف يا بابا، واضح ان جوزي ده كان فنان كبير قوي وله قيمته. اه فنان كبير. شوف الصوره دي، بص ما شاء الله، شفت الجمال؟ فايدتها ايه دلوقتي؟ خلاص اهو بقى في عالم غير العالم، ولا دريان باللي بيحصل. هو المولد ده بقى مش هينفض، خليها تلم البضاعه وتتكل على الله. اصبر يا معلم اصبر، دلوقتي كل واحد هيقول كلمته زي ما بقول لك، وتنفض الهيصه دي كلها وكل واحد يروح لحاله. العربية نص نقل جاهزة يا دافنشي؟ جاهزة ومستنية. بقول لك ايه؟ افتح ايدك يا زمل وخد. ايه؟ اه خد. ايه دول؟ دول التلات بواكي اللي احنا اتفقنا عليهم. يا راجل يا راجل، هي الدنيا طارت؟ خلي فلوسك في جيبك من فضلك. ليه؟ مش قدام الناس، بدل ما حد يشوفهم وينشهم عين. معك حق فعلا. يا معلم شحاتة، تسمح؟ ايوه يا سعادة البيه الوكيل.
تعال يا معلم شحاته. انا كنت فاكره هيرابط ويزود الكلام. شحاته على نياته وما صدق يخلص منهم. هلو جود مورنينج جود مورنينج انترنت. حضرتك والمجموعه المرافقه ليه معجبين جدا بالمعرض وبلوح الفنان صبري. الفنان صبري ده فنان عظيم اصيل، اسالني انا عنه. بس المهم يا سعاده ليه يعني المعرض مش كده خلاص خلص؟ مش لما اخلص كلامي معاك الاول؟ حاضر تحت امر سعادتك يا بيه. الحقيقه يا معلم شحاته ان الحاجه دي انت مش هتاخدها تاني. لا بقى، انا معايا وصل منكم واتفقنا انكم تسلموها لي بعد المعرض ما يخلص. وادي الوصل معايا اهو اهو، ومختوم بختم الحكومه كمان. الله، انتوا حزعلوني منكم ليه يا سيدي؟ ربنا ما يجيبش زعل. لا، ما هو كوني ما اخدهمش يبقى حزعل، وحزعل قوي. اللوح دي عدم المؤاخذة بعد المعرض ما يخلص هتروح لصاحب نصيبها. انا خلاص اتفقت على بيعها، وادي اللي هيشتريها اهو. تعال يا معلم عجايبي. يا شحتوت تعال. يا سعادة البيه، هتشتري اللوح دي ولا لا؟ طبعا هنشتريها. وبكام؟ قول لي سعادة البيه، لا يفتكر اني بتكلم اوانطة، ده حتى الفلوس في جيبه، كان عايز يديها لي من شوية وانا قلت له بعدين. حصل ولا ما حصلش؟ ما حصل، حصل مظبوط. شفت بقى يا سعادة البيه، متهيألي يعني عدم المؤاخذة انت ما ترضليش الخسارة. يا بيدو البتوعي، انا شاريهم بحر مالي. كل ده انا عارفه يا معلم شحات. ولما سعادتك عارفه ليه مش عايزين تدوهاني؟ لان مستر مارشيلو والوفد اللي معاه عارضين يشتروا اللوح كلها وناويين ياخدوها على ايطاليا. يشتروها وعارضين سعر كويس جدا. هيدفعوا لك 150، بس مش دلوقتي، بعد ما يسافروا هيبعتوا لك التحويل على البنك. 150 يعني اكتر من اللي عرضه عليا المعلم. ايوه بس عدم مؤاخذه، انا اللي اتفقت الاول وفلوسي حاضره، لا هتستنى شيك من جاي من بنك ولا من هنا ولا دياوله. وإذا كان على 150 جنيه يعني أنا هدفع زيهم. سيبهم كده يا دفنشي طاعت دي. 150 في 40 ب6000 جنيه يا معلم. لا كتير. في الحالة دي بقى ما تأخذنيش يا معلم عجايبي، الطلاينة أولى. دول 6000 جنيه يا أخي، وأنت تحب لي الخير برضه، مش كده ولا إيه؟ أيوه بس أنا أولى برضه. أيوه بس دول 6000 جنيه. خلاص يا سيدي هدفعهم لك. خلاص يبقى المعلم اولى. ماشي يا سياده الوكيل، ولا الطلاينه يحبوا يزودوا شويه؟ لا 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 لا، غير ايه؟ تعالى المعلم مزاد ولا ايه؟ وماله يا اخي، فرصه اجرب مزاد لحسابي. قلت ايه يا سياده الوكيل؟ الحته ب 150 جنيه. 150 جنيه؟ يحبوا يزودوا؟ يا شحاته مستر مارشيلو عرض 150,000. 150,000 جنيه؟ 150,000 دولار. رجب، يطلعوا كام دول يا ابني؟ اكتر من نص مليون جنيه يا بابا. صبيه يا شحاته. اخ، بتقول كام؟ حش امك يا ابني، لا يغمى عليها. يا عيال ما تخافوش، انا كويسه. بس قول لي صحيح يا شحاته، صحيح ياخد الفلوس دي كلها؟ ما تقول لها يا دكتور. اكتر من نص مليون جنيه يا ماما، والشيك هيحولوه من ايطاليا بالدولارات، والعقد انكتب بسهاله وكيل الوزاره. يا ما انت كريم يا رب. بس يا بنت الحمد لله يابا، ده احنا هيبقى معانا فلوس كتير قوي قوي قوي. يا بنت خراسي، ما احسد المال الا اصحابه. ونعم بالله. شفت يا صفصف؟ شفت فضل ربنا وكرمه؟ شفت يا اخويا يا كرم الله. خلاص، اي حد فيك وعايز اي حاجه هجيبها له باذن الله. انت يا بنت انت، ايوه، هجيب لك احلى لبس، والواد اللي في بطنك ده هينزل يلاقي جده حاجة تانية. ربنا ما يحرمنا منك أبدا يابا. وانت ياض يا دكتور، هعمل لك أحلى عيادة وحجيب لك عربية. ربنا ما يحرمنيش منك. وانت يا صفصف طلباتك ايه؟ أنا يا أخويا ماليش أي طلبات في الدنيا غير حاجة واحدة بس. ايه هي؟ الحاجة اللي بنحلم بيها طول عمرنا، نحج بيت الله. الله أكبر. بإذن الله، بعون الله، السنة دي أطلع أنا وإنتي. يا رب. أنا من رأيي بقى يا بابا إن الفلوس أول ما توصل تشغلها لحسابك في المزادات، اللي يا ريتك كنت سمعت كلامي ومشيت فيها من زمان. يا ابني كل شيء بأوانه. ونعم بالله. يعني خلاص هتمشي في سكة المزادات؟ عدل. طب والتريسيكل يا شحاتة؟ يتحل على المعاش. يعني خلاص يابا، مفيش منهدة ولا منادية ولا بكية ولا ربابكية.
بيك يا يا معلم شحاته. اهلا بيك يا استاذ وجدي بيه ابن الدكتور رجب. دكتور؟ برافو. ويا ترى حضرتك دكتور ايه؟ قصدي يعني تخصصك ايه؟ في الحقيقه انا لسه طالب في كليه الطب. هي سنه واحده وهتعدي ان شاء الله هوا ويبقى دكتور ملوه هدومه. مش كده يا حضره الاستاذ الدكتور لا مؤاخذه، مش كده يا حضره الاستاذ مدير عموم البنك؟ إن شاء الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. في الحقيقة يا باشا الخواجة كاتاليدس صاحب صالة مزادات المانيال شكر لي في حضرتك قوي وشكر لي في البنك بتاعك وقال لي هو ده أحسن بنك تقدر تحط فلوسك فيه وانت مطمن، وعشان كده خدتها من بقه وجيت لك عدل اول ما بلغوني ان التحويل وصل. ده شيء يشرفنا ويسعدنا. اهلا وسهلا، وعموما انا في خدمتك. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، كلنا خدامين المولى. في الحقيقه يا باشا انا جاي النهارده وكل عشم ان الفلوس بتاعتي اللي وصلتكم افتح بيها خط معاكم. افندم، والدي يقصد انه عايز يفتح حساب معاكم هنا في البنك بالفلوس اللي وصلت. ده شيء يشرفنا طبعا. الله يخليه، ويبقى معايا دفتر في جيبي بدل الفلوس بلا افيه. دفتر شيكات يعني؟ ايوه طبعا. وعدم المؤاخذه ما يكونش تدخل مني، هو الحساب عندكم بتفتحوا بكام؟ الحساب عندنا يتفتح باي مبلغ زي ما انت عاوز. على بركه المولى نفتحه بنص مليون جنيه، اما بقيه فكه الدولارات فانا اخدها لزوم المنجاه والبشبشه. يبارك لك فيهم ان شاء الله. حق بطلوه ده واسمعوه ده. ايه ده؟ ايه ده؟ ده اللي رحتوا جبتوه من البنك؟ ده دفتر شيكات يا ماما. بقى يا ابني تروح تحط الفلوس دي كلها ويدوكوا الدفتر الخايب ده؟ يدوهولكوا ده بدل الفلوس؟ يا صفصف يا حبيبتي، ما هو الدفتر الخايب ده اللي بتقولي عليه يساوي الفلوس كلها اللي حطيناها في البنك. يعني حد عايز 1000 اكتب له ب1000، حد عايز 3 اروح كاتب له 3، وهم يروحوا يصرفوهم بمعرفتهم. طب ولازمتها ايه بقى اللفه الطويله العريضه دي كلها؟ ده كلام يا شحاته منك انت؟ طب ما انت فلوسك كلها تحت ايدك، تروح كده سلمها لهم في البنك. البنك اضمن وامان يا ماما، ده غير انه بيسهل التعاملات بين التجار وبعضها. فهمها يا دكتور، فهمها. يا اخويا لا يفهمني ولا فهمه، خلاص الاصلح انتوا عملتوه شفتوه خلاص. بس يا اخواتي افرض انا الوقت عوزت اي حاجه من تحت، اخد بقى ورقه منه واروح هناك بقى اقول للخضر اديني كيلو قطر. تجنني يا صاف. لا يا حبيبتي ما تحمليش هم، لو انت عايزه حاجه تشتريها من تحت هبقى اديك الفلوس نقدا. شيل بقى الدفتر في جيبك يا بابا. شكله حلو يا علي يا رجب. حلو يا بابا، بس اهم حاجه انك تحفظ شكل الامضه بتاعتك اللي مضطها في البنك. هحفظها ان شاء الله، هفضل اتمرن عليها لحد ما احفظها. طبعا اذنكم بقى علشان اشوف المذاكره اللي ورايا. اتفضل. يلا بالسلامه. ايه يا صفيه رحت فين؟ ابدا يا اخويا. لا رحت فين؟ ايه؟ اصل افتكرت الله يرحم ابويا. الله يرحمه ويحسن اليه. يوم انت ما جيت بقى وتقدمت له عشان تخطبني منه. قال لي ايه؟ يا صفيه في عريس جاي لك طيب وابن حلال. وانت وشك احمر. ولما سالتي مين هو؟ قال لك الواد شحاته اللي مرابط قدام باب البيت اللي بيقول بيك ياه.
بس انا فرحت. قال لك تعرفيه يا صفيه؟ قلت له لا يابا، انا بسمع صوته بس. قال لك شفتيه؟ قلت له ابدا، مع اني كنت بتبصي عليا من ورا الشيشه صف صف. ما انا كان لازم اقول له كده. وانت يا قمر اتبغدتي ورسمت التقس. امال كنت عايزني وافق والدب قدامه على طول؟ قلت له ده فقير دقه يابا. قال لي كلنا فقراء يا بنتي وعلى باب الله. قال لك خدوهم فقراء يغنيكم ربنا. واتجوزنا وفضلنا في الفقر سنين طويله يا صفيه، والقرش عزيز. لكن كنا اغنياء بحبك لبيتك وظل جناحاتك عليا وعلى عيالك، وصبرنا على الصبر يا شحاته. وبعد الصبر ربك اراد وجه الفرج يا صفيه. حكمته قادر على كل شيء شحاته. يا عيون شحاته، تعرف ان انا لحد دلوقتي مش قادره اصدق ان البراويز دي سبب السعد اللي احنا فيه ده كله. انا كاني كده بحلم مش حقيقي. لا يا صفيه لا، صدقي دي حقيقه مش حلم، وربك هو اللي بيسبب الاسباب. ونعم بالله ونعم بالله يا رب. الشاي 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 اشربك يا حبيبي الشاي الشاي. الشاي يا عم شحاته. شكرا يا كوتشي. ايه حنيت له؟ يا سلام، عشره طويله يا كوتشي، 30 سنه واحنا ويا بعض، يا ما شفت معاه ويا ما شاف معايا. اهو من ساعه ما سبته وقع الوقفه دي. بقول يا عم شحاته، عدم المؤاخذه يعني، ما دام انت يعني ما بقتش محتاج له، عندك مانع انه يشتغل؟ مش فاهم. بصراحة العبارة في واحد غلبان عندنا هنا في الحارة، هو تعبان ومش لاقي، وابنه صاحب عايا، هو قصدني يعني يسترزع عليه. طب ليه ما خليتوش ياخده ويسترزق بيه؟ أنا قلت يعني أشورك في الأول. وهي دي عايزة مشاورة يا كوتشي؟ ده يا بخته عند الله اللي يتسبب في رزق لعبيده. يعني أنت موافق مش حاتة؟ أه طبعا موافق. حس كده بقى هندهولك. طب هو موجود؟ قاعد هناك أهو. اندهله. يا عم رمضان تعال راجل طيب، تعال تعال رزقك في رجليك. خش على عم شحاته. خش خش. السلام عليكم يا عم شحاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اجري انت يا كوتشي، استعجل لي المعلم عجايبي من فوق. يلا انا يا عم شحاته. يلا هات كرسي. حاضر يا عم شحاته. اجيب لك شاي؟ يدوب العز يا عم شحاته. طب انا بلغني بقى انك انت محتاج للتريسين. محتاج له قوي يا عم شحاته، بس لا مؤاخذه ما معيش فلوس علشان اديها لك. التريسيكل ده هديه مني لك. هديه؟ هديه اخ لاخوه وزميل كار. بصحح يا معلم شحاته. بس اسمع، اليافطه اللي عليها اسم المولى دي ما تنشلش من هنا ابدا، فاهم؟ فاهم يا عم شحاته. هو انا اقدر؟ بقول لك ايه؟ نعم. معاك فلوس؟ في الحقيقه ما معاكش. امال هتسرح ازاي وتشتري من الزباين بايه؟ كنت حمايل على حد من حبايبي. وتستلف منه يعني؟ طيب خد ادي 50 جنيه مني لك. لكن يا عم شحاته. بقول لك خد، اوعى تفكر انك تردهم. خد. انا مش عارف اقول لك ايه يا عم شحاته. ما تقوليش انا، قول له هو، قول له رزقي وتكالي عليك يا رب يا رب. يلا بالسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. تقالي عليك. استنى. نعم. الشاي بتاعي. حاضر مش خير. بسم الله الرحمن الرحيم. ربابيك يا خلاص. استغنيت عن التريسيكل عم مش حاتة. أيوة يا سيدي، اللي ملوش عندي لزوم له عندي غير لزوم. يعني خلاص بطلت سرح وشغل ربابيكيا؟ 30 سنة يا دافنشي لف ودوران، وفي الآخر نبقى زي الفراخ في العشة، بتحزق وتبيض والتاجر يقش. يعني خرجت من العشة وبقيت من زمرة التجار. غيرنا السابقون يا دافنشي، وكل شيء بأوان. وإيه اللي أنت ناوي عليه بعد ما ربنا كرمك؟ بصراحة أنا نويت على المزادات يا دافنشي، وعايزك تكون جنبي فيها وتساعدني بخبرتك. وانا رقبتي لك. وانا حمنجهك اخر منجهة، واللي بتاخده من عجايبي او غيره حديك قده واكتر شوية. صحيح انت كنت ناوي تبيعني العجايبي في
في حكاية البراويز، لكن ربنا خيب أمالكم. إنما معلش، قلت إيه يا دافنشي؟ هتدلني على سكة المزادات؟ أنا من إيدك دي لإيدك دي يا عم شحات. كبيتو يا معلم؟ كبيتو يا دافنشي. لوت نمرة 6، تمثال برونز أصلي، 2000 جنيه، مين يزود؟ 2500. 2500. 3000 جنيه. 3000 جنيه. 3200. 3200. 3200، مين يزود؟ 3200. بونسوار. البازة بتاعتي معادها جاية ولا لسه؟ النط جاي. 3200. 3200. مين يزود؟ 3500. 3500. 3500، مين يزود؟ مين يزود؟ 3700. 3700. قول أربعة. 4000 جنيه. 4000 جنيه. 4000 جنيه، مين يزود؟ 4500. 4500 جنيه، مين يزود؟ قول خمسة. 5000 جنيه. 5000 جنيه. 5000 جنيه، مين يزود؟ ألا أونا، ألا دوي، ألا تريك. مبروك يا معلم شحاتة. شايف اللي معهم فلوس دلوقتي شكلهم إيه يا أمين؟ شايف يا ليلى هانم، شايف. زمن. نط النمرة 7، فازة صفر فرنساوي. هي دي الفازة بتاعتي، على الله تجيب سعر كويس. وقف هناك ولما اشاور لك تعالى. فازة صفر فرنساوي، قديم مش جديد، قبل مصنع الصفر ما يتقفل في فرنسا. ادخل فيها يا دافنشي. فازة صفر فرنساوي. ادخل بقلب جامد، مفيش حد من الموجودين دول عارف قيمتها. نفتح المزاد بكام؟ 1000 جنيه. 1000 جنيه يا راجل طيب، 1000 جنيه تلمس مش هاخدها، دي صفر فرنساوي. نفتح المزاد ب 5000 جنيه. 5000 جنيه في القله دي؟ 5000 جنيه. اما انك صحيح راجل طيب، دي تسوى اكتر من كده بكتير. مش جديد. لو عايزها اقول 6. 5000 جنيه. في القله دي؟ مش عايز اقول 6 واسمع الكلام. 6000 جنيه. 6000 جنيه معلم شحاتة. مين يزود؟ 6500. 6500. 7000. 7000. زود 1000. 7000. بقولك زود 1000. 8000 جنيه. 8000 جنيه معلم شحاته. 8500. 8500. حدش عايز يزود؟ مش قلت لك انهم غشموا؟ لسه بدري يا جماعه، مين يزود؟ قول 9. 9000 جنيه. ونص. 10000 جنيه. ونص. ونص. مدام قالت ونص قبل منك يا معلم. وانا بقول وكمان نص. يبقى المعلم شهادة 11000 جنيه. 11 ونص. 11 ونص. مين يزود؟ لسه بدري قوي يا جماعة. 12000 جنيه. 12000 جنيه معلم شهادة. 12000 جنيه. 12000 جنيه. اخلعي انت وانا هعمل. فازة صفر فرنساوي. بتقول ايه؟ اخلعي؟ اه. لسه بدري قوي يا جماعة. وانا هديكي 12000 جنيه. شششش. ده انت جلف. جلف. طب 13000 جنيه. 13000 جنيه معلم شحاته ابو العلا. شفت رسي على مين يا امين؟ على جنيف، ما يعرفش الفرق بين السفر والفخار. امون دي مش ممكن يكون ما بيعرفش يا ست هاني، والا ما كانش كلب فيها الشبنده. انت عارف كلبشته دي هي اللي نفعتنا، هي اللي علت السعر.
شكله غريب قوي، ايه اللي لابسه ده؟ ده عرة خالص. هو التجار كلهم اللي من عينته ما بيهتموش بمظهرنا، تبص تلاقيهم لابسين خيش بس معبي فلوس. شوال فلوس يعني؟ بالظبط يا ست هانم. بصراحه بعد اذنك انت تصرحت شويه برضه. صرحت في ايه؟ في اني رسيتيها عليه. لما حضرتك وصلتيها ل20,000 جنيه كنت رسيها عليكي ونيميها شويه. انا يما فصلت المزادات لغايه الشهر الجاي؟ وليله اكيد كان سعرها هيرتفع. ما انا عارفه، بس عارفه كمان ان عليا شيك من غير رصيد ولازم يدفع بكره ب20,000 جنيه. كنت هجيب الفلوس دي منين؟ وبعدين على يدك انا مش عرضتها لتجار وسط البلد وخفصوا بيها الارض؟ هما كده يا ست هاني، لما يشتروا يشتروا بملايين، ولما يبيعوا يبيعوا بملايين. يلا عليك العوض. ايوه عوضي على الله، هو ده اللي اقدر اقوله. بس مش قادر اصدق جيلي في زي ده شوال معبي فلوس ياخد الفازه الصفر، الفازه اللي كانت في يوم من الايام ملك ورده هانم السلحدار وصيفه الملكه. تصور، تتصورش انا زعلان عليها قد ايه. مش عارفه اعمل ايه لما كل يوم ابص للمكان اللي كانت محطوطه فيه والقى فاضي. يا خساره. اعمل لي فنجان قهوه يا امين. اعمل حضرتك عصير احسن. قهوه يا امين. حاضر. هي كده تبيع الحال وتتحسر عليها، ما هو انت اللي جايبالنا فين. ألف مبروك يا معلم شحات. الله يبارك فيك يا دافنشي. أنت بقى تاخد البضاعة اللي عايزة توضيب، تاخدها تشتغل فيها في بيتك لحد ما نشوف لنا محل كده نعمله مخزن للشغل بعدين. وأنا تحت أمرك، بس أنا شايف إن الفازة دي مش محتاجة أي حاجة. أنت شايف كده؟ طبعا. ولا تلميح حتى؟ لا، أنا مش عايز أمد إيدي عليها خالص. لا يمسكها اي زبون يفتكرها معيوبه واحنا معالجينها. طب عندك اللي يشتريها يا دافنشي؟ موجود. مين؟ الخواجه زكي العجوز، تاجر قديم عقر قاعد في بيته ما بيشتغلش الا في الحاجات التقيله اللي زي دي. حلوة يا دافنشي حلوة. طول عمري بجيب لك الحاجة الحلوة يا عم زكي. ودي خدتوها بكام دي؟ أنا خدتها رسيت علينا ب30,000 جنيه. علي أنا الكلام ده يا دافنشي؟ وشرفك عندي رسيت علينا. مالكش دعوة بشرفي، أنا مش عاوز أسمعها منك أنت، أنا هسمعها من الراجل الطيب ده. وقفت عليكم بكام يا معلم؟ شحاتة أبو العيلة. معلم شحاتة أبو العيلة وقفت عليكم بكام؟ زي ما قال دافنشي ولا ما تسألش؟ لا يعني انا لو كنت بروح مزادات زي الاول ما كانتش وقفت عليا باكتر من 10,000 جنيه. 10,000 جنيه؟ يبقى تخمينا يا دافنشي في ال20,000 اللي دفعناهم فيها غير حق الدلاله. يعني وقفت عليكم حوالي 22,000 مش 30 زي ما قلت يا دافنشي. هو فعلا تمنها كده، بس انت عارف انها توصل لاكتر من كده وانها تستاهل. هي من ناحية تستاهل تستاهل. امال قلت ليه 10,000 ووقعت قلبي؟ عشان انا تاجر قديم واعصابي هادية مش جديد زيك ومتهور. ايه معنيته الكلام ده يا دافنشي؟ عم زكي يقصد ان المزايدة في المزادات محتاجة برود اعصاب وهدوء. وما تندلقش على الحاجة اللي انت عينك عليها، عشان لو اندلقت على حاجة تمنها في الاصل 10,000 جنيه ممكن تاخدها ب20,000 زي ما حصل. المعلم لسه جديد في الكار واول مره يشتغل لحساب. وما نصحتوش ليه يا دافنشي؟ انا قلت له انها تستاهل، بس ما كنتش متصور انه يتنحرر ويدخل في دور عند مع صاحبتها والمبلغ يوصل بكده. قالهم حصل خير، بكره يتعلم. قول لي يا معلم شحات. نعم. عاوز كام فوق اللي انت دفعته؟ شوف انت بنظريتك تسوى كام. أنا هدفع 3,000 فوق اللي دفعته، يعني كله 25,000. مش قوي كده يا عم زكي. إيه قليل؟ إيه؟ ما أنت سيد العارفين، وأنت عارف زبونها كويس قوي، وعارف دي تستاهل قد إيه. خلاص، أنا هدفع 1,000 كمان،
موافق يا معلم شحاته؟ والله احنا اخرنا 32,000 جنيه، تلزمك ولا لا؟ ماشي يا دافنشي، انا هدفع اللي انت عايزه، هخش اجيب الفلوس وبعدين نبقى نكتب المبايعه. كده رضا قوي، عارف هيبيعها بكام؟ كام؟ مش اقل من 70,000 جنيه. يا لهوي، طب ليه احنا ما بعناهاش للزبون اللي هيدفع ده؟ ما ينفعش، كل واحد وسكته. بتاع الربابيكيا يلم ويدي للمعلم، المعلم ينقض ويدي للي يوضب اللي زي حالاتي. انا بقى بعد ما اوضب اجي لواحد زي عم زكي اديها له، هو يلاقي زبونها. يعني كل واحد مننا زبون وبيع في نفس الوقت. ويا بخت من نفع واستنفع. طيب انا بقى هستنفع منك ايه؟ باكو. كويس كويس. وانت هتستنفع منه بايه؟ برضو باكو. كويس. حلال عليك. اما انا دمي محروق بشكل من الراجل اللي اشترى الفازه ده. امشي بقى يا ست هانم وروقي دمك، اللي راح راح وخلاص. مش قادره انسى منظره يا امين، منظره يغيظ. لا، واللي غيظني اكتر ان كل فلوس الفازه هتروح مقابل الشيك اللي علي، يعني انا مش هاخد منها ولا مليم. عوضك على الله يا ست هانم. تحب اوضب لحضرتك العشاء؟ لا يا امين، ماليش نفس اكل. ممكن انت تروح تنام دلوقتي. اروح انام ليه؟ هو دور سعادتك مش جايين الليله؟ لا، انا اعتذرت لهم وقلت لهم مفيش لعب، اصلي خايفه يا امين، خايفه العب اخسر، ايدي تتمد على فلوس الفازه اخسرها هي اخرى. اعملي معروف لحيث ما تبيه ينفذ تهديده بخصوص الشيك اللي معاه وتبقى مصيبه. ده راجل يبيع ابوه علشان الارث. انت هتقول لي ما انا عارفاه. ويا ريت يا ست هانم لما تقعدي تاني وتلعبي على الترابيزه العبي على قد الفلوس اللي معاكي، خسرتيها تبطلي لعب وما تكتبيش شيكات تاني ابدا. ما خلاص بقى يا امين، تلاقيه هو عايز يطمن اني حضرت له الفلوس. الو. اهلا 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 ست برنا، مساء النور. يا مساء الفل. ايوه موجوده، اتفضل. الو. ايوه يا ميرفي، ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله يا ماما انا كويسه. المهم انت طمنيني، عملتي ايه؟ دبرتي المبلغ المطلوب منك ولا لسه؟ طب الحمد لله، لحسن الموضوع ده كان قلقني قوي. بعتي ايه وبعديها بكام؟ 20,000 جنيه بس يا ماما. ده ايه يا ماما؟ حرام عليكي، دي خسار. مش مهم، خلاص. المهم انك تدفعي الفلوس دي ونخلص بقى من الكابوس ده. واي كابوس ده؟ ما كانش منيمني لليل ولا نهار. المهم انت ازيك، عامله ايه؟ وجوزك سنادين بيه عامل ايه؟ لسه قاعد عوطلي ولا لقاله شغل؟ مالك وطيتي صوتك ليه؟ انت خايفه منه ولا ايه؟ لا يا ميرف، كده ما ينفعش، لازم تشوفي لك حل مع الراجل ده. العيشه بالشكل ده ما تنفعش، ده ما عندوش دم خالص. خلاص بقى يا ماما. خلاص يا ماما، نكمل موضوعنا بعدين. المهم ان انا اطمنت عليكي. تصبحي على خير، مع السلامه يا ماما. موضوع ايه يا ميرفت اللي انت كنت هتكمليه مع ماما بعدين ده؟ ده موضوع بخصوص عم امين. زعلانه منه، انت عارف انها عصبيه وبتنرفز بسرعه. ايه، انا شايفاك لابس، انت خارج ولا ايه؟ يا حبيبتي خارج. وعلى فين العزم ان شاء الله؟ عندي ميعاد شغل. شغل الساعه 11 بالليل؟ هروح اقابل واحد صاحب شركه. وطبعا المقابله دي هتكون في شقه صاحبك مجدي. لا يا حبيبتي، مش في شقه مجدي، المقابله في مكتب صاحب الشركه اللي انا هشتغل معاه. نديم، انت فاكرني هبله؟ في شركه فاتحه لغايه دلوقتي؟ جرايه ميرفت، هو تحيه ولا ايه؟ خلاص خليني اعيد لك في البيت يا ستي زي ارض قطعه، وخلي الشغلانه تروح مني. لا ابدا، وعلى ايه؟ انا ما يخلصنيش ابدا ان الشغلانه تروح منك. هو انا في ديك الساعه لما البيه جوزي يشتغل؟ هو ده الكلام يا حبيبتي. ايديلي انت بس يا هانم، ايديلي. الا بالحق، انا سمعتك وانت بتكلمي ماما بتقولي ان هي باعت حاجه ب 20,000 جنيه. حاجه ايه دي؟ باعت الفازه السيفر. والله كويس، 20,000 جنيه مبلغ مش بطال. كويس ده ايه؟ طب انا الاصلي اكتر من كده يا ستي. مش مهم، المهم ان هي اتباعت وخلاص. بقول لك يا حبيبتي، ما تكلمينا ماما كده تفوت لنا قد 4-5,000 جنيه على سبيل السلفه من الفلوس اللي هي خدتها. على سبيل الايه؟ السلفه؟ واول ما يجي لي شغل ارجعهم لها على طول. نديم، احنا عمرنا خدنا فلوس من ماما سهله ورديناها لها؟ عموما اطمن، الفلوس دي هي واخداهم من الناس وهتديها لهم بكره. الفلوس كلها؟ ايوه كلها كلها.
خساره، مفيش نصيب، اتصرف انا بقى. طيب يا حبيبتي، باي باي. ميرفت حبيبتي، ادعي لي من قلبك ربنا يوفقني. ها، باي باي يا روحي. باي باي. باي باي يا ميرفت. باي باي. باي باي يا ميرفت يا حبيبتي. باي باي. يعني يا مجد ما تقلقيش، زمانه جاي، يمكن حاجه عطلته في السكه ولا حاجه. بقول ايه يا حلو، واحنا نفضل قاعدين كده؟ ما تقوم نرقص سوا. ويا فين دي المزيكا اللي ارقص عليها يا دلعات؟ حلاوتك ده، مفيش اكتر من المزيكا هنا، وهسمعكوا احلى مزيكا. أرجوك يا مدام، دي إهانة. ميرفت أنت زودتيها قوي. ده أنت اللي زودتها بقى، بصراحة العيشة معاك بقت تقرف، وأنا ساعتها كمان مسكت. بصراحة أنا دي مراتك زودتها قوي. وأنت فاكرني هسكت يا مجدي؟ أوعوا تفتكروا إن أنا هسكت يا جماعة، أنا ههد الدنيا، هطربق الدنيا، هطربقها. معلش بقى يا سيادنا، ليلتكوا سودة إن شاء الله.